بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التمسك بالجماعة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره عن أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته قال: تسمع وتطيع للأمير، فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قرأنا هذا، اقرأ ما بعده. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: قرأنا هذا، أنا أشرت إليك. حتى اللي بعده. وعن سفيان عن حبيب عن أبي ثابت عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ اقرأ ما بعده. ما بعده؟ اقرأ الصفحة. قال الحليمي ولا نقلب؟ اقرأ ما بعده، ما أدري والله. نعم. وفي رواية الأهوازي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك، وأثرة عليك. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. الراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليك بالطاعة. والرواية الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة. عليك أصلها اسم فعل، ما هو فعل ولا اسم، لأن على حرف جر، وتأتي أحياناً لدلالة غير ما وضعت له. فإذا قال عليك بكذا كقولك إلزم كذا أو خذ كذا، وهو يسموه فعل إغراء. عليك بالسمع والطاعة أي إلزم السمع والطاعة. السمع والطاعة يعني لرئيس يرأسك أو أمير يتولى أمرك. السمع كما أخبرناكم فيما قبل أن السمع بمعنى تسمع لما يؤمر وتسمع لما ينهى، فتكتفي بالنهي أن تجتنب، لأن الوالي طلب منك ذلك. لما أمر الله عز وجل قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كل من ولي الأمر وولاية الأمر تأتي بأن يأتي رجل له شوكة، وهذا الموجود حاليا، شوكة عن الناس لهم منع، وفيه جماعة عظيمة معه، من أراد أن يعصي لا يستطيع فيذل، فهذا يسمى ولي الأمر، وقد يكون عن خلافة أو غيرها. هذا إذا تولى يجب طاعته، إذا كانت طاعته فيها طاعة الله ورسوله. فإذا كان أمر خالف الطاعة لا تجب طاعته في ذلك. لما سمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ترون أمور
تعرفونها لأنها توافق ما جاء عن النبي وما جاء في كتاب الله، وأمور تنكرونها ليست في كتاب الله وليست في سنة رسوله. استعظموا ذلك، قال: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. طالما كانوا يصلون ويأمرون الناس بالصلاة دل على أن جميع ما يأتي مما تكرهه نفوس المؤمنين لا بد من الإنكار، من استطاع بلسانه لكن مع السمع والطاعة، ومن عجز بلسانه لا بد أن ينكر بقلبه. من أنكر بقلبه فقد برئ، أي برئ من النفاق، ومن أنكر بلسانه فقد سلم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. هنا قال: عليك بالسمع والطاعة. عرفنا فيما مر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة أن بعد الخلافة لا بد من أمراء تعرفون وتنكرون، ثم أمرك بالسمع والطاعة لعلمه صلى الله عليه وسلم أن هناك أوامر وأفعال تغيظ قلب المسلم، فهو ينبغي له أن يستسلم، فإن أمرك بطاعة يجب تنفيذها، وإن أمرك بمباح يجب التسليم والطاعة، فإن أمرك بمعصية لا تستجب في ذلك. إذا علمت هذا يا عبد الله، فإذا جاء أول الحديث قال: عليكم بالسمع والطاعة، ما المراد الأبوين؟ ولا المراد أن تسمع وتطيع لجيرانك؟ لأن السمع الطاعة معنى الانقياد وعدم التبرم وعدم الخروج، والاستماع بمعنى الاستجابة لما يطلب منك. هذا ما يقال في حق الأشخاص العاديين، دل على أن الأمر الموجه إنما موجه للرعية، والمطلوب طاعتهم هو ولي الأمر. ومن طاعته يا عبد الله لا تتكلم حين يحضر بكلام، ثم إذا خرجت من المجلس تتذمر وتقول وتؤلب، لأن هذه ليست الطاعة. الطاعة أن تطيع دون غل ولا حقد، انكر بقلبك. قد لا يعجب هذا الكلام بعض أقوامه، لكن يا عبد الله هذه السنة وهذا الأمر هو المطلوب، وما عدا ذلك فإنها دعوات ليست من أهل السنة كالخوارج والمعتزلة. ومن رأى أن الإمام يخرج عليه في كل حين، ومن قرأ هذا الكتب أو ألف هؤلاء الشواذ، لا بد أن تصيبه لوثة ويكون في القلب غير ما عرفناه عن دين الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكراهك. قابل النشاط بالكره، ما قابل النشاط بالكسل والفتور، فدل على أن النشاط يقابله الكره. النشاط له عدة معاني، منها يا عبد الله الخفة في تحقيق الشيء والرغبة في تحصيله والسعي بجد ونشاط، بجد دون كسل ولا فتور. فقال: أحياناً يعتري الإنسان هذا النوع من الخفة والنشاط والهمة والجد والحرص، كل أحد يشعر في أوقات من أيامه هذا النوع مما يلج في النفس ويكون فيه نشيط، وأحياناً يصاب بكسل وفتور حتى في الأمور القلبية حتى في الإيمان. فالإنسان يستغل وقت نشاطه ويؤدي حق الله، سيما في حفظ القرآن يأتي إنسان فتور في العقل وفي القلب وفي الجسم، ويأتي أحيان خفة سيما بعد النوم والاستراحة، فإن الأفق في القلب والعقل يجد اتساعاً ما لا يجده لو أنه عمل ساعات ثم لجأ أن يقرأ أو يتعلم.
ويقول صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره. النشاط عرفناه، والمكره أي في حالة الكفر، في حالة الكره، يكره الإنسان لأنه يريد أن ينام، يريد أن يستريح، لا يحب كثرة الكلام، لأن التفكير والعقل بلغ من الوهن والونى أنه ما يحب يتحمل أكثر من ذلك. فإذا قال الإمام افعلوا هذا، قوموا لهذا السور ابنوه، افتحوا هذه الترعة، قوموا بسد كذا، قوموا إلى الجهاد، فإذا طلب هذه يجب يا عبد الله وإن كنت غير نشيط في غاية الكسل لا تحب أن تبني هذا السور لأنه يعيق الهواء عن دارك، ولا تحب أن تفتح هذه الترعة لأنها تسبب لك شيئا في كذا، فيقول هذا شيء تكرهه، ويقول صلى الله عليه وسلم يجب عليك السمع والطاعة في المنشط والمكره. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أتريدون؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم في آية أخرى فما لكم إذا قيل لكم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. انفروا يعني طلب منكم النفير، ثقالا يعني كنتم في حال التعب أو بكم من السمن ما لا يسعفكم في النفوض أو فيكم من الكبر ما لا تتحركون. ولذا لما جيء في الشام لفلان وقد بلغ به السن وثقل جسمه وسمع النفير قالوا لا أولادك يكفيك، قال إن الله عز وجل لم يعذر أحد، انفروا خفافا وثقالا. عرفنا معنى اسمع وأطع في المنشط والمكره. لا ينبغي لك يا عبد الله فيما يأمرك الإمام فيما فيه مصلحة للعامة أنك تقوم بتنفيذ ما يطلب منك، إما أن تكف أو تعمل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وعسرك ويسرك. المرء لا يدوم له حال، والأمور تتقلب في الأزمان في الزمن الواحد إلى عدة حالات. العسر يعني الضيق، قد يكون الضيق في المال، وقد يكون الضيق في أمور يستشيط منها المرء غضب ما يتحمل، وقد يكون العسر بحالات تثبطها إما من الأهل أو من المال أو من الصحة، إلا إذا كان صحة تعيقه، فإن الله عز وجل رفع عن الأعرج وعن المريض وعن الثقيل حرج من أن يشارك. هذا معنى العسر، فلان في عسر أي في ضائقة، قد تكون ضائقة مالية، قد تكون ضائقة نفسية أو بدنية. وفي يسرك التيسير بمعنى تسهيل الأمر، والتعسير بمعنى التصعيب، ولذا قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أموره كلها ميسرة، إذا عمد إلى شيء وفق في نجاحه وفلاحه. والذي كذب وتولى بخل أولا وكذب بالحسنى، والله عز وجل بين أن جزاءه أنه تعسر الأمور في وجهه. ويا عبد الله إذا عزمت على قصد أمر فلم يتحقق في الأولى والآخرة ثم حاولت طريقا آخر مما فيه نجاحك وفلاحك فلم تفلح، لا تنسب هذه العوائق للناس،
ولا تقل ولي الأمر ولا تقل الظروف، إنما جيء بهذه المعاكسة وحصلت من قبل نفسك، استغفر الله وتب إليه واسأله سبحانه أن يفرج عنك. يا عبد الله، إن وجدت في الدار عوانس، أو وجدت في الدار من ينغص عليك لعصيانه وعقوقه، أو رأيت من جيرانك يعني عدم انشراح وعبوس وتقطير وجه، فاعلم أن الأمر من قبلك يا عبد الله. لو استغفرت وتبت ولجأت إلى الله وصدقت في ذلك، فالله عز وجل يسهل لك ما تلقاه، إما أنهم يقومون بخلاف ما ترى من إحسان وتوفيق، أو أن الله عز وجل يجعل تلك المنغصات التي تراها يجعلها في قلبك أسهل ما تكون وأحسن ما تكون. من اتقى الله يسر له أمره. يا عبد الله، هذا ليس كلامي، هذا كلام الله عز وجل، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع وأطع في هذه الحالات، بالمنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة عليك. إيش معنى أثرة؟ الإيثار. ما صحبت جماعة ألم يمر عليك رفقة أنهم إذا اقتسموا شيئاً أخذ رئيسهم ما يحب وترك الفتاة والبقية للأفراد؟ وما رأيت جماعة إن حصلتم على غنيمة ربح تجارة أو غيرها واقتسموه تجد في القسمة جور أن فلان استأثر بالنصيب؟ الإثر أن ينفرد ذو القوة من المجموعة بأحسن شيء يجعله خالصا لنفسه، وتقول استأثر فلان بكذا أي انفرد به واختص به. الناس الرعايا لهم حقوق، يتساوون في شيء ولا يتساوون في شيء آخر من جهة الإكرام والعطاء والتيسير، فإن هذا يختص، ما يختص اختصاص بمعنى أن غيرهم، لا، إنما يميزون بأنهم يبدأون في توزيع الخير وفي الإقطاع. لا تقل كما يقول الناس السواسية والعدل والكلام هذا. رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كان إذا جاءت الغنائم أول من يبدأ بالمهاجرين، ثم الأنصار، ثم من له عقبى حسنة في نصر المسلمين وإعطاء حقوقهم. فلما جاء بولد الأنصار قال: من هذا؟ قال: فلان ولد المهاجر. قال: ذهب أبوه، وكم من نعمة تتنعمون بها، إنما هي جهاد أبيه. فبدأ هو به فأعطاه. هذا لا بد منه. ما يأتي واحد ليس له سهم في قضايا المسلمين ولا ينفعهم، همه نفسه وسلوكه غير مستقيم، ثم تقول فين المساواة؟ لا يا عبد الله، لا بد له حق من الحقوق، ما ينفع حقوقه، لكن مثل هذا لا يساوى أولئك. هذا المساواة والعدل والحريات، هذا شعار أهل الكفر، لأنهم عندهم أنك تعطي خدماتك في إنجاز البلد فقط، أما الإحسان والخلق والمروءة وإحاطة الجماعة من ورائهم هذا ما يلتفتون إليه، إنما هي المظاهر فقط. لما قال أثرة عليك، يعني أنتم يا أصحاب الحق ترى أن الإمام وجماعته قد يستأثرون بأمور في الدنيا أحسن من غيرهم، وبقية الرعية لا يقولون، ولذا يقولون فلان يركب السيارة الفاخرة ونحن ضياع، ما تسمعون الكلام ده؟
كثير ما ينادي هؤلاء الغوغاء بهذا المعنى، لكن ما يهمهم أن يكون في الحي الواحد لا مسجد يصلى فيه، ما يضرهم، ولا يضرهم أنهم يسمعون أن الزكاة ما أعطاها جماعة، لا يهمهم هذا. لكن لو قيل كذا يأتي الشيطان فيحيك في أنفسهم، ليه هذا عنده قصر ونحن ما عندنا قصر؟ لا، ليس المطلوب منه أنه يوفي كل ناس بحقهم. ولذا علم صلى الله عليه وسلم ما يجري في الأمة ويقول صلى الله عليه وسلم على أثرة عليك، أنهم يستأثرون بأمور، تعلم هذه النصائح وهذه الأمور. ترى فينا من هو يرى أنه مظلوم وغير مظلوم، ومنهم من يرى أنه سلب حقه، لأن الحق والظلم الناس تتفاوت، كل يرى أنه أولى من غيره وأولى من آخرين بأنه يراعى ويعطى. فإذا حصلت أمر فيه نوع من أثر إلا والشيطان يغتنمها ويقول لفلان أنت تأكل الخبز، هؤلاء يأكلون الناعم، ويبدأ يلوك ويقول، ثم تأتي الكارثة أنه يخرج عن الإمام فيحصل ما يحصل مما ترون. فهذا الذي تروه من الفتن وتروه من الخروج على المؤمنين بالسيف، يقتلون المؤمن والكافر ولا يسلم أحد من أذيتهم، هذا هو الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ومنع إطراء ومنع ظهور الفتنة وكبتها في أوائلها. إذا أشكل عليك يا عبد الله، لأننا نعلم أن في القلوب أمور، وهذه من المسائل لو لم يكن في الكتاب وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من إظهارها، ما ينبغي تأتي إلى شارع وإلى جماعة تعلم أنهم كلهم لا يهمهم إلا البطن، فتلقي عليهم هذه الأمور السمع والطاعة. يا عبد الله جررت الناس إلى فتنة ولا يقبلون منك. لكن لما جاء في الكتاب هذا الأمر وبيناه وقررناه كثيرا لأجل من كان في قلبه وفؤاده بقايا من هذه الأمور التي تحاك وتسر الشيطان، لعله يرجع، لعلهم يطول، لعله كذا. هذا الكلام وإن اغتاظ به البعض، لكن اعلم أن للحق نورا، ولا بد يوما من الأيام أن يتذكر، ولا بد أن يرى الحق في الدنيا. أما في الأخرى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، في الدنيا ما يرى حق لأنه عنده أمور تراكمت على العقل فلا يرى الحق، ما يراه، سيما إذا كان في منشأه تولاه جماعة أو شيخ أبعده عن الطريق وبين أن الحق عند فلان فقط، هذا ما يقبل. فإذا والله عز وجل لا يضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، لا بد من بيان الحق. والفطرة تعرف الحق لكن قد لا تميزه، إذا سمع المرء أمرا لا يرضاه لأجل أصول تأصلها إما صغير أو كبير، وأراد الله فتنته لعلمه أنه جاءه الحق مرة ومرة ومرة فأبى قبوله، فلما يسمع مثل هذا الكلام قد لا يقبله. لكن يوما ما إذا رجع إلى الله قال اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، لا تقول كما قال فلان حين تغاضب مع فلان واحمرت عيناه، قيل له يا عبد الله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أنا مجنون،
فلما تقول يا كفلان اسمع وأطع لابد أن يأتي بمثل هذا الكلام. ومن أراد الله به خيرا أراد به خيرا يعود إلى الحق فيقول صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع في حالة الضعف والقوة القلب والبدن، وفي حالة أنهم آثروا أنفسهم ما اختصوها دونك اسمع وأطع. لو علمت بخلاف ذلك لكان في الدنيا فتن ما استقام لتلك القرية أو المدينة أمر. وهذا ما نراه مشاهد وما سمعناه في التاريخ. ونسأل الله عز وجل العصمة، قل اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اقرأ يا أمر. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود، ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. وقال قال رجل أن أقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. يكون أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود. الإطمئنان مقابله الريب والاضطراب والحيرة. فلان مطمئن القلب، ما يقال مطمئن القلب إلا وفيه كوارث ومصائب تزعزع الناس، لأن في حالة الأمن والرخاء ما يقال فلان مطمئن القلب، لأن هذا الواقع. شوف الشايب الكبير في الجالس ما شاء الله، صاحب اللحية ومدخن غير مقبول والله، والجندي في الوقاع إذا انهزم غير مقبول، لكن يأتي زي هذا شوف كيف يعاند يسوي. ما رأيك يدفعه الشيطان هذا الدفع؟ يا عبد الله بياض اللحية صبغك الله بها، هذا نوع من وقار. لا تستهجن في حديث رسول الله تفعل هذا الفعل، قم واستقبل القبلة واقرأ. شوف لا زال هو ولا همه. اللهم اعف عنا وعافنا يا رب، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اسمع يا عبد الله، هنا يقول صلى الله عليه وسلم، أعد العبارة يا عبد المغني. يكون أمراء تطمئن إليهم القلوب. الإطمئنان قلنا لا يكون إلا بعد وجود أمور تزعزع. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ثم وصفهم الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب في هذه الظروف والأزمان والأيام العادية لابد أن يمر عليها شيء مما يضطرب القلب فيه. اضطراب القلب يعني ما يستقر، مشوش. إذا صلى لحقه الشيطان بالوسوسة، وإذا فاض في عمل ما استقر تفكيره في ذاك العمل فيقال فلان مضطرب. وأحيان تصاب الحيرة، يريد أن يعمل لا يدري أين يبدأ. وهذا الحالة ارفع يدك عن لحيتك يا عبد الله، لا تعبث، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. لا بش الشيطان يحرك. إذا وجدت الرجل في مجلس من أمثال هذه المجالس الفاضلة بإذن الله وجدت الرجل يعبث، أعرف أن قلبه مضطرب بعيد عنا. هذا إن لم يكن عن عناد، لأن الشيطان يدفع ناس كما دفع مثل ذاك الرجل الطيب، قال اعمل كذا لأجل أن تنغص. فما ينبغي يا عبد الله، هذا إثم. إلا أهل الكفر كانوا يفعلون هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأجل أذية الرسول، إنما دعوته ما يبغونها، لا يطلبون منها، فيأتون كذا ويوحون إلى بعضهم تناغموا تكلموا كذا، يعني باب التشويش. نذكر هذا لأن بعضنا يعرف أن أناس يلقي إليهم أقوام اذهبوا إلى فلان افعلوا هذه الحركة، ما فعل شيء يا عبد الله،
يعني هذا لا ينبغي، لأنك تؤذي نفسك والخاسر من وقع في الخسران. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: يمر عليكم أناس من الولاة قلوبكم تطمئن إليها. هذا مشاهد حتى في الأفراد. ألا ترى أنك إذا وقعت في مجلس وكان بجانبك جليس رأيت أن روحك انقبضت ونفسك تقلصت وحاولت أن تقوم ما استطعت، وآخر تستأنس به دون أن تعرفه ترتاح إليه وتسأله ويسألك، يقول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إيش معنى جنود؟ يعني الجنود الجماعات، أفراد وأفراد. جند الشام خير جنود الله عز وجل يقاتلون أهل الكفر، وجنود بالعراق، وجنود كذا، يعني جماعات قائمة أمورها واضحة. هذه الجنود تختلف، منهم أهل شر وفسق وفجور، ومنهم أهل خير وصلاح. هكذا الأرواح جماعات جماعات، هذه الأرواح تنتشر، ترى الأرواح تسيح في الأرض، قد تذهب روحك إلى أقصى الدنيا ولا زالت بقية في جسمك، باقية في جسمك، لأنه لو خرجت تماما مات الإنسان. لا تستغرب، اسمع الكلام جيد، تذهب فتلتقي أناسا تطمئن إليهم وتشاورهم وتتكلم معهم، وتلتقي أناسا تنفر منهم، تشام كما تشام الخيل. لم يجوا أهل السفر أو أهل الصيد أو أهل التجارة لما كانوا على الدواب يربطونها في مربط خاص. ما شاهدتم هذه؟ من كان في سني مثل سن الرجال الطيب ذا أدرك هذا. فإذا ربطوها في مربط خاص بعضها يشم من بعض من بعيد، فإذا ألفت سكنت معها، وإذا نفرت منها شخرت وأطلعت صوت رجع على الخلف. هكذا أرواح الناس فيما بعض، ترى الرجل ما عمر آذاك ولا أتكلم معك ولا شيء، لكن يوم تراه ينقبض منك. انقباضه منك إما أنك من أهل الخير وذاك الذي رأيته ليس على وفقك في الطريق، احمد الله أن الكره وقع عليك لا من مؤمن، إن منها إنما هو من الطرف الآخر. فإذا كان على غير طريقك وغير نهجك وغير سمتك لا بد أن يبغضك، لا بد أن ينفر منك. إذا وجدت الرجل كلهم يبتسمون ويطوفون حوله قال: أعوذ بالله. لما قيل: لما لا تكون كمثل هذا؟ قال: أعوذ بالله، أظننتني أني منافق، لأن المنافق يضحك مع الشرير ومع الخير ويعمل مع هذا ومع هذا، يحب أن الناس كلهم يودونه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيليكم أمراء تطمئن إليه قلوبكم وتلين جلودكم. إيش معنى إلانة الجلد؟ الجلد يا عبد الله ينقبض ويتحرك، وأحيانا الشعر، لكن الشعر إنما يظهر في الحيوانات. الحيوانات إذا رأت شيئا تخافه من بني جنسه استعدت للمقاومة، وأول ما يخرج منه انتفاش شعره. ما رأيت الديك مع الديك، وما رأيت القط مع القط؟ مثاله في ابن آدم، الجلد ينقبض إذا رأى ما يكرهه وعجز عن المقاومة أو توقع شيء حصل ما يحصل هذا. وأحياناً يلين جلده، وإلانة الجلود معنى استسهال حصول ما تطلب منه، وانقباض الجلد أنه يعاف أن يعاونك ويكون معك.
ويصف صلى الله عليه وسلم هذا، قال: سيأتيكم أمراء تطمئن إليه قلوبكم وتلين جلودكم. اقرأ ما بعده. أمراء ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منه القلوب وتقشعر منهم الجلود. فقال رجل أن أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. تقشعر منه الجلود وتطمئن إليه القلوب، الخطاب يا عبد الله للمؤمنين، ما هو للفسق والفجر والخارجين عن حدود الله، لا، الخطاب للمؤمنين، لأن الفاسق والفاجر يثقل عليها أن تتكلم بكلام لا يحبه ويريد أن يعمل ما يعمل. فيقول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين: يحصل كذا تعرفونه بقلوبكم، ويحصل كذا تلين عليه له أبشاركم وقلوبكم. فلما سمع المؤمنون عرفوا أنهم يرون أموراً لا يجوز حصولها. قال: ألا نقاتلهم؟ إذا كان الأمر كذلك، كأنهم يستأذنونه صلى الله عليه وسلم في إقصائهم. قال: لا، ما أقاموا الصلاة، ما نهوكم عن الصلاة، ولا أمروكم بإغلاق المساجد ولا كذا، كانوا أمراء يتعقبون المصلين في صلاة الصبح وغيرها، سكتوا على مضض لأن القلوب غير متفقة. إلين واحد تاجر يبيع ويشتري، لما قالوا لا ما تبيع حرق نفسه، الناس ثارت، الأول ما ثارت، ما تكلمت. أنا عشان أبين لكم أن الناس همهم بطونهم، ما همهم دينهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا، طالما أقاموا الصلاة وأمروكم أقاموا الصلاة وهم يصلون، اسمع وأطع، إن فعلت خلاف ذلك جررت على الأمة من المصائب ما لا يحتمله المسلمون، وكنت أنت السبب. فلا ينبغي للمؤمن أن يخرج ويتكلم فيهم كلام لا يليق من شتيمة وسب وعرض الأمور، فإن هذا مبدأ الفتنة والعياذ بالله. والصحابة كانوا يعدون هذا النوع من النفاق، أمامهم تضحك وتثني وتمجد، ما ينبغي لك أن تبقى تقول هذا، لأنها هذا نوع من النفاق. فإذا ذهبوا أظهرت للبقية أنك مواطن، المواطن في عرف الناس الحاضرين، وأنك كذا، العياذ بالله. نسأل الله من النفاق، اللهم طهر قلوبنا واجعلها خالصة، واجعل سريرتنا كعلانيتنا، لا إله إلا أنت. اقرأ ما بعده. وعن قيس الهمداني يعني ابن وهب أنه سمع أنس بن مالك يقول: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر، فإن الأمر قريب. إلى قريب. أنس بن مالك ما هو من صغار الصحابة، لكن فيه من هو أكبر منه. قال: سمعنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال أكابرنا يعني رأي أهل الفضل في هذا الجمع يقولون لنا يعني من وصاياهم: لا تسبوا أمراءكم. السب الشتيمة، والشتيمة في عرف العامة أن تقول أبوك وأمك وأختك وما أدري، لا، هذا ليس السب. السب أن تقول قصير وتريد به الاستهجان، وتقول فلان طويل وتريد به المذمة، وفلان بطنه كذا، هذا ترى هو شتم. فإذا قلت فلان رديء الثوب ما يخرج إلا ثياب ممزقة قديمة، ترى هذا من الشتم. لا تظن الشتم أنه يتعلق بالعرض،
بالبدن وبالمال وبالخلق وبكل شيء. قال نهانا أصحابنا أن نشتم أكابرنا من الصحابة أن نشتم أمراءنا. ثم قال ولا نغشاهم، هنا النسخة التي معي ولا نغشاهم، والنسخة الأخرى ولا نغشهم، وكلاهما صحيح. نغشهم الغش عكس ضد النصيحة، النصيحة أن تخلص له في القول وتبين له الحق باللطف وتبين له ما يصلح له ويصلح للناس. فلما قال لا تغشهم سواء في حضورهم أو غيابهم، وهذا من السمع والطاعة، لأنك لو فعلت خلاف ذلك فإن الله يسلط عليك من لا يخلص لك. وأما قوله ولا نغشاهم، ما تروح مجالسهم، ما الداعي له؟ إنك إما أن تمالي فتكذب فتوصف بالمداهنة والنفاق، وإما أن تقول الحق ولن تستطيع فتجر إلى نفسك نوع من الويل. لا تغشاهم يا أخي واسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا نعصيهم. العصيان قد يكون بالعمل الخفي، أكثر من يقوم بالأمور الخفية هم الذين يعلمون أن الرعية تكرهه والإمام يكرهه، فيحمل بالسيارة لأجل أن يتكسب، ويعلم أن هذا المحمول يبيع الخمر ويدس ويغش المسلمين، والإمام قال لا تنقلوا من كذا وكذا إلا بعلمنا. إنما يدفعه المال كيف يكسب. أما الشرع والخفي شيء غريب، حتى طلبة العلم أكثرهم يأتي ويدور على الناس، عندك أضحية نحن نقوم بها، فيبيع كوبونات ويأخذ دراهم ويذهب فيشتري أردأ الأغنام ثم لا يوزعها كما أمر الله، وإن وزعها أعطى من شاء، ويأتي يقول بدل حج من عنده حج، ويأتي فيأخذ 5-6 وهو لا يحج، لا يستطيع أن يحج إلا وعن واحد، ثم لو حج ما يأتيه كما أمر الله. أنا أتي بأمرين لأنه ابتلي به طلبة العلم كثيرا، فما بالك من يأتي بلحية ويزعم أنه من طلبة العلم ثم يمر على الناس افعلوا كذا، هذا السكن فيه كذا، ويستغل الحجي والزوار. فإذا رأى الناس أنهم أصيبوا من قبل هؤلاء تظاهروا بالسنة ثم يظهر منهم ما لا ينبغي فإنه صد عن سبيل الله. الله عز وجل نهى عن اليمين الفاجرة والتي يكسب بها الأمر، لما أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله عليم بما تفعلون، ثم قال في الآية الأخرى إنكم إن أقسمتم الأيمان فلم تؤدوها تزل قدم بعد ثبوتها. واحد مؤمن طيب يجي هذا الذي يبيع وهو يدعي السنة، العطر سنة، تأخذ العطر وتتطيب به فإذا هو ما يطاق رائحته، أو يعطيك في المبدأ شيء بسيط ولما تذهب تكتشف أمور أخرى، هذا قلب يقول هل ملتحي كذا؟ كصاحبنا هذا الذي يتسوق وقلنا له لا تفعل وقلنا له لا تفعل. الله عز وجل يجعل هذا النوع صد عن سبيل الله. الشاهد هنا يا عبد الله، ما الذي يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ولا نعصيهم، أن نتقي الله ونصبر. تقوى الله يعني قم بما أمرك الله به واجتنب عما نهاك الله عنه بإخلاص، لا دافع عن مطلب في الدنيا، لا رغبة ولا رهبة. ترى من فعل هذا ينجو من عذاب الله، خزي في الدنيا لا يكون له،
وفلاح في الآخرة لا يحصل عليه إلا من اتقى الله عز وجل. تقوى الله هي وصية الله وأنبيائه في الأولين والآخرين. قال واصبر فإن الأمر قريب. اصبر يعني في شيء تكرهه يؤذيك اصبر عليه. طلب الصبر لأنه لا بد أن يلقى المرء ما يؤذيه. ضد الصبر الجزع، والجزع قد يكون باللسان وقد يكون بالأعضاء والجوارح. لو فعلتها وفتحت باب الشر، كثير من الأنصار من أعوان الشيطان يدفعوك. هذا واضح أليس كذلك؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر قريب؟ قال لك اصبر الأمر قريب، يعني إما أنك تموت أو يموت أو أن الله يعدل، لأن المسألة فعلا المكلف بعد الثلاثين كم بقي له؟ إن أطال به العمر فهو نصف العمر قضى، ما بقي إلا نصف. لكن البرزخ شيء عجيب، نسأل الله السلامة وأن يعافينا وإياكم. ثم بعد البرزخ 50,000 سنة، ما يدري الإنسان كيف يكون مصيره. ثم بعد ذلك خلود لا نهاية له، شيء ما له غاية، إما في عذاب والعياذ بالله وإما في نعيم. اصبر فإن الأمر قريب، اقرأ ما بعده. وعن ليث قال قال علي بن أبي طالب لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبي به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. علي رضي الله عنه يقول لا بد للناس من أمير، إما بر ولا فاجر. قالوا البر يعني كثير أفعال البر والطيب، عرفنا. إيش الفاجر؟ ما معنى الفاجر؟ قال لابد من أمير فاجر. لما سألوه واستغربوا هذا قال نعم يؤمن الله به السبل. لو لم يكن أمير كيف تسافر يا عبد الله؟ وكيف تذهب من قرية إلى قرية؟ يعني لو اختل قليل من الأمن أو كانت خيانات لوجدت أن الناس لا تستطيع السفر إلا بخفارة. الخفارة يا عبد الله أنك تذهب من بلد إلى بلد، هذه المسافة فيها أقوام، إما قبائل أو أطراف أو جماعات، فتقول تعطيهم شيء لئلا يتعرض أفرادها لك فيحمونك حتى تصل إلى القبيلة الأخرى فتعطي خفارة. وهذا مر أيام في القديم إلى عهد قريب كان يحصل هذا. فيقول يا عبد الله الفاجر هو الذي أمن لك السبل، تذهب وأنت في أمان وحدك في جوف الليل، يعني تقود السيارة في جوف الليل. وإن كان النهي عن السفر وحده منهي عنه شرعا، الراكب شيطان. فيقول صلى رضي الله عنه هذا الفاجر يؤمن به السبل ويجاهد به العدو. لا بد من أعداء، لو لم يكن أمير فاجر من يقف أمام هؤلاء؟ ثم يحج به البيت ويجبى به الفيء، يعني الغنائم لما كانت جهاد يجمع فيه الزكاة في بيت المال ويعطى، ففيه من الخير ما فيه. اقرأ ما بعد عشان نكتب هذا، نكتفي بهذا القسم. اقرأ. نعم. وعن سفيان بن حسين قال قال إياس بن معاوية لا بد من للناس من 3 أشياء: لا بد لهم من أن تؤمن سبلهم، ويختاروا لحكمهم حتى يعدل الحكم فيهم، وأن يقام لهم الثقور التي بينهم وبين عدوهم، فإن هذه الأشياء إذا قام بها السلطان
احتمل الناس ما سوى ذلك. إياس بن معاوية من أشهر القضاة وأزكاهم وأكثرهم لمعا في فهم القضايا قبل تحليلها، يقول: لا بد للناس من ثلاث: تؤمن لهم السبل في التجارات وفي الذهاب وفي الأسفار، ويجاروا بحكمهم حتى يعتدل الحكم فيهم. فلان أجاره فلان، أي أنه جعل تحت حمايته فلا يعتدى عليه. أحكامهم يستظل بها المؤمن فلا يعتدى عليه. قال: هذه من الأحكام التي فيهم. وأن يقام لهم الثغور التي بينه وبين عدوهم. الثغر موضع المخافة، المكان اللي تخاف منه يأتي العدو يسمى ثغر، لذلك لابد من مرابطين يكونون في دائما في حراس خشية أن يداهمهم العدو بغتة. اقرأ ما بعده. وعن مبارك الطبري قال: سمعت أبا عبيد الله الوزير، سمعت أبا جعفر أمير المؤمنين المنصور يقول لابنه المهدي أمير المؤمنين: يا أبا عبد الله، إذا أردت أمرا ففكر فيه، فإن فكرة العاقل مرآته تريه حسنة وسيئة. يا أبا عبد الله، الخليفة لا يصلحه إلا التقوى، والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة، والرعية لا يصلحها إلا العدل، وأعظم الناس عفوا أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس عقلا من ظلم وهو دونه. أنا أقرأه فكروا أنت فيه، لأن شرح يقتضي أخذ وقت علينا ولك ضاق. يقول المنصور يقول لابنه المهدي: يا أبا عبد الله، هذه من الدولة العباسية، إذا أردت أمرا فتفكر فيه. الحكمة ضالة المؤمن. قال: إذا أردت أمرا، إذا قصدت أن تعمل شيئا فكر فيه، كيف يكون لو فعلنا كذا؟ كما أمرك الله، إذا قرأت الآية تدبرها، وإذا قرأت الحديث تدبر معناه. ويقول: إذا أردت أمرا فتفكر فيه، فإن فكرة العاقل مرآته تريه الحسنة والسيئة. يعني أراد التعليل وبيان أن ما قلت لك هو صواب. فكر أيها العاقل في الأمر قبل أن تقدم عليه، فإن الفكرة إذا خرجت من رجل مستقيم كالمرآة، يبين له الحسن والسيء كالاستشارة. ثم يقول: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، الخليفة لا يصلحه إلا التقوى، ولي الأمر لا يستقيم الأمر له إلا إذا اتقى الله عز وجل، والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة. المتولي على الناس ما يقوم به الأمر إلا إذا أطاعه الناس، فيحاول إذا اتقى الله جلب قلوب المؤمنين والناس إليه. ترى حتى المستقيم إذا اتقى الله عز وجل وتوكل عليه حسن التوكل. إيش معنى حسن التوكل يا عبد الله؟ المرء يذهب لتحقيق أمر، يقول: توكلت على الله، هكذا يقول بلسانه، وقلبه: الواسطة فلان إذا كتب لي أو شفع لي أو عمل بي أو قدم لي تحقق الأمر. جعل التوكل نصفين، نصفه لله ونصفه للبشر، هذا يتحقق المقصود. لكن توكل على الله حق التوكل، إن كان سبب خذه، لأنه وسيلة أمرك الله بها، لا تعتمد عليها. من توكل على الله حق التوكل وكان له ثقة بالله مع تقواه، اعلم أن الأمور تنجز له، فإن منعت فاعلم أن الله أراد بك خيرا، إنما هو شر صرفه الله عنك. وإن كان خيرا حقق لك، وإن كان أعداء وخصوم وحساد فإنهم لن يضروك شيئا، فإن الله عز وجل يعقلهم في أماكنهم، لا ينفذ من شرورهم شيء. لكن الناس ضعف التوكل يحصل ما يحصل. ثم يقول:
والرعية لا يصلحها إلا العدل. العدل إعطاء الحقوق وإنصاف الناس، وإلا ما يستقيم الأمور. ثم يقول: وأعظم الناس عفواً أقدرهم على العقوبة. العفو طيب ومرغوب فيه، والله عز وجل أشاد به وأحبه وطلب من فاعليه أن يقيموا عليه. يتفاوتون في العفو، قال: أعظمهم أجراً وأكرمهم ذاك الذي يقدر على الانتصار لنفسه فيترك لله عز وجل، مو خوف ولا رغبة في العاجل أن فلان يعود إليه، إنما هي لله، ما يرجو من أحد شيء. قال: هذا أعظمهم عفواً، يعني أكثرهم أجراً. ثم لما يمدح هذا المدح، إيش قصده؟ يقول: يا عبد الله، إن قدرت على من أساء إليك، إيش معنى قدرت؟ يعني استطعت أن تنتصف وتنتقم، اتركه فأجرك عظيم، غير ذاك الذي احتقن غضبا ثم على وجهه الإصفرار، لأن إذا علت الحمرة حينة الغضب في الوجه فاعلم أنه يريد الانتقام وعنده قدرة. لو طلب له أعوان وأولاده حوله، وذاك ليس يخشى منه بأس، يحمر الوجه لأنه قادر على الانتقام، فإذا نظر وجد خصمه مسلح وحوله حاشية وهو عاجز عن الدفع، الدم اللي فاض في الوجه غار إلى الجسم فيبقى الوجه مصفر، ويحب الانتقام لكن يعجز. فمن قدر على الانتقام تركها لله فإنه لا يلحقه ذل، ويرفع الله قدره وله أجر عظيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. المجلس القادم إن أحيانا الله وإياكم، فصل في فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.